أعزائي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس القواعد النحوية. درس النهاردة بعنوان ضمائر المتكلم. أما تيجي تتكلم عن نفسك بتقول أنا، أما واحد بس بيتكلم عن نفسه بيقول أنا. طب لو اتنين أو تلاتة أو أكتر من تلاتة بنقول نحن. أهم حاجة تعرفها إن ضمائر المتكلم اللي هي أنا ونحن. تعال نخش كده نشوف على شريحة ضمائر المتكلم. أنا للمفرد المذكر والمؤنث. تاني، أنا للمفرد المذكر والمفردة المؤنثة. طيب، نحن للمثنى المذكر والمؤنث. تاني، نحن للمثنى المذكر وللمثنى المؤنث، للولدين وللبنتين. طيب، بالنسبة للجمع برضو بقول نحن للجمع، جمع مذكر وجمع مؤنث. تعالي كده نشوف الأمثلة في الشريحة التالية. أما أقول لك أنا مثلا أنا مصري، الضمير المتكلم أنا، طبعا للمفرد المذكر عشان مصري مفرد مذكر. أنا مصرية، مصرية مفردة مؤنثة. نحن مصريون، نحن جمع مذكر. نحن مصريات، نحن جمع مؤنث. نحن تلميذان، نحن للمثنى المذكر. نحن معلمتان للمثنى برضو المؤنث. تعال نشوف الشريحة التالية. تدريبات: ضع مكان النقط أنا أو نحن. نقط: أقرأ القصص المسلية. أنا هنا بتكلم عن نفسي ولا بتكلم عن مين؟ أقرأ. مين اللي بيقرأ؟ أنا. يبقى حط مكان النقط أنا. الله يفتح عليك. نكرم الضيف، نو. مين اللي بيكرم؟ إحنا. يبقى إيه؟ نحن. تمام. أحب رياضة السباحة، هتبقى أنا. تمام. نعطف على الفقير أو نعطف على الفقير، نحن. برافو. سني واجمع الجمل الآتية: أنا تلميذ مهذب. أجي عند كل كلمة في الجملة وأعملها مثنى. أنا مثنها إيه؟ نحن تلميذان. برافو. مهذبان. طب الجمع: نحن تلاميذ مهذبون. تمام. طيب الجملة الثانية: أنا طبيبة ماهرة، هتبقى نحن طبيبتان ماهرتان. الجمع: نحن أطباء. لا، ما تنفعش أطباء عشان دي جمع مذكر. أجمعها مؤنث إزاي؟ هتبقى نحن طبيبات ماهرات. وبكده يكون درسنا النهاردة خلص. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.